بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. خامسا، مفهوم المخالفة. كان جم مفهوم مخالفة، قلنا إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم هو من الدلالات اللفظية، ويسمى دلالة النص أو مفهوم الموافقة. زوت الوتمة كدلالة اللفظ لسر أواك أويك بيدنكي لكرا ومساوي بيقو أواك نفسك لكرا ولحكمك لدلالة لفظية، بيوتري دلالة نص يا بيوتري مفهوم موافقة. أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، أي أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، فهذا يسمى مفهوم المخالفة. بلان دلالتي لفظ لثل ثابت بوني نقيضي في شوانو دجي حكما نطق بيكراوك بو بيدن ليكراوك، يعني بيدن ليكراوك مخالفي نطق بيكراوك بيلا حكما، أما بكي أو تري مفهوم مخالفة. مثلا كابرا عليهم من قو جنيم، يعني تو قو جنيم. والحكم الأول يسمى منطوق النص، أولا كفية وتري منطوق نص. والحكم الثاني كعليم مثلا من قو جنيم أو نصا ندخي فكرة وكمسترفة قو جنيم بلان. والحكم الثاني الثابت للمسكوت عنه، حكم دوهمك كعليم تو قو جنيم مثلا ثابت بهم مسكوت عنه، وفي وتري مفهوم مخالف يعطي وتري دليلي خطاب. وفي هذا المعنى يقول الآمدي: وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. لم معنى آمدي أفرمين آمدي عماديا شارك لكردستان عراق أو هنا كي نسوتك ولا آمدي. أما مفهوم المخالفة أو تاني مدلول لفظك لمحل سكوتك مخالف يبو مدلولك لمحل نطقك، يعني مفهوم مخالفة وتاني مدلول لفظك لمحل سكوتك كوك والله وثمان مسالك وانا وثمان او قرجة مخالف يبو مدلولك لمحل نطقك من او نطقك اثبات حكمك من او اثبات من تانية تو او ثبات يعني. ويسمى الدليل الخطابي ايضا، فيش دليل الخطاب، وإنما سمي دليل الخطاب لأن الخطاب دليل عليه، بوجي في ودر دليل الخطاب شنك خطابك دليل دل الله سري أكا. ومفهوم المخالفة عند القائلين به أنواع، أهمها وأشهرها ما يأتي. أنواع مفهوم مخالفة باتك، مفهوم مخالفة بلا يكثانك قولي في أكن أنواع مهم ترينيا يعني مشهور كانيا يعني أماني خواروا. أولا مفهوم الصفة، يكم مفهوم الصفة، وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. بريتي لدلالة لفظك مقيدة بوصفك لسر نقيض حكمك لوقت تواغون أو وصفا. مثلا عليها هتا أشوين احترامي لبقرة، معناته كأنه يشوين تواغون. والمقصود في المفصل في الصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد، ما بس ما ان بوصف الإرام مطلق قيدة هشتيك بيو بزيتو اترشت غاية عدد نا غير شرط غاية عدد باقي قيدة كان. فالوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت، وصفك الإرام اشتيك عام تبلا نعتي نحوي، أي سواء كان نعتا نحويا شنعتي نحوي به. مثلا في الغنم السائمة زكاة، لحيوان مرمالاتك كبدمي خوي بلا وري زكاته، يعني اگر بدمي خوي نلا وراء زكاة نية. هو مفهوم مخالف كيدي مفهوم صفته، إذا سائمة صفته لبو الغنم أم صفتي نعتي نحويش غير نحويش. أو مضافا يا مضاف وكو سائمة الغنم، في سائمة الغنم زكاة، يعني في غير سائمة الغنم ليس فيه زكاة. يا مضاف إليه بوكو مطل الغني ظلم، قرس كويري إنساني دولة من ظلم قرس كوير بكس يقلن قرس كاتو ناياتو يقلن قرس كويرة، معناه مطل غيري غني
ظلم نية أو ظرف زمان يظرف زمان يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقت بان أكريبون ويجل الروجي جمعة للروجي جمعة يعني لغير الروجي جمعة أو فرضيتين يا ظرف مكان يقول بيع في بغداد أو ظرف الزمان هو مش ظرف مكان ظرف مكان بيوكو بيع في بغداد لبغاء بفروشة معناته لغير بغاء مفروشة يا مكره مثاله مثال صفتك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هركسك لإيواء لجهة قدرة تواني بدني ومالي وني أتواني أفرتا فاق داوين أزاد كان إيمان دار أزاد إيمان دار كان بيني لوانا كملك اليمين تانا يعني لكنيزة كان لأفرتا إيمان دار كان بيني شرطي أو كإنسان كنيز بيني أفرتي كنيزة بيني أو تاني كتواني داني ماري وترتيباتي أفرتي أزادي النبي دلت الآية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر أم آية دلالة الأوكا كان مباحة نكاح أفرتي كنيزكي إيمان دار لوقتك إنسان تواناي نكاح أزادي النبي ودلت الآية بمفهوم المخالفة على النهي عن نكاح الإماء غير المؤمنات بلان أم آية بمفهوم مخالفة كي شنك عليه من فتياتكم المؤمنات بمفهوم مخالفة كي نهي لتنكاحي كنزكي غير مؤمن غير إيمان دار كراوة ومثاله أيضا نمونيك تري الصفات وكفاي قولا فرمي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وثاني حرام لإيواء حلال كاني كركانتان يعني كري خوتان كري بشتي خوتان نكري بسرخاندتان كركاني خوتان اگر جنوها وسريكان بو اتر بأبدي لإيواء حرام بيتو دزنوشان لين ناشكي حالبون أفادت هذه الآية بمفهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصناف أصلاب أم آية بمفهوم مخالفة كي أجينك حلال جناني كرانك كري بشتين بن كري بسرخان دبن ومثاله أيضا قول النائبة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي في السائمة زكاة أفرمي حيواني بدمي خوي بلا وراء زكاة المفهوم المخالفو عدم وجوب الزكاة في غير السائمة مفهوم مخالفة كي أوتاني الزكاة لغير السائمة واجب نابي إذا قيد في السائمة على في السائمة يعني في هذا معناي في الأغنام السائمة كأنه صفتك وقوله صلى الله عليه وسلم فمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع كسك دار خرمايكي تأبير كراو يعني نيرومي ليك دراوي فروش يعني كيتر نيرومي كي ليك درابو قردي يا كفي نيركا دن لميكا اويت برهم هنا ثمركي هي بايعك مفهوم مخالفة وتاني ان ثمرة النخلة غير المؤبلة لا تكون للبائع ما اقى يعني مفهوم مخالفة الثمري درختيكي خرماك نيرو ما كي ليك ندرابي بو بايعك النير هي مشتركة ومثاله ايضا قول جابر افرميت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم افرميت جاءت غمر اخوة صلى الله عليه وسلم حكم كرب الشفعة شفعة بريتية لتملك قهري يعني بزور بون بكردني بمال مثلا منو تو لأرزك شريك تو يشتع أرزك من باباش نكردوا تو بشكي خود أفروشي من أتوانم أو بشي خود تفروش بكتك وزاني فروش تبعونا بلم أوامن بشفعة وريا قرمو يعني من أتوانم بزور بمخاوني وهنا بولك أم بتونا أعلم كابرا بيسيني لبرا وجن كامل زرري ليه كم لوكا سيجترك برفيقم كامل نيناتمو حزم ليه نبي استا مفهوم خالفك ايشيا اگر معناه تفرمي لشركيك كلم تقسم
تقسيم نبدأ ولا ما قرر منو تو أرزك ما نبو تقسيم ما نبدأ هذا بشكل تو خود يفرشي يفرشي تو تو على قول معناه وتم مشروعية الشرع لا لا لاشتكى نية لاشتكى كقسمة كرابة. ومثاله أيضا الحديث النبوي الشريف لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. بلى لي بمعنى قرسكويرية يعني حر على النيمة والنايدم وبمرنا كيو لي أعوتاني يعني قرسكويري كسي كبيتي الواجد يعني كسي كهيتي وقرسكويرا يحل عرضه وعقوبته أبيت سببي أوا كناوي ببري أتواني بروي قرسكاتي لي بكيتو بلاي أمتي أوا قرسكويرا وزمي بكيتو أوا اش بيت بعثي اوك عقوبتي شي بدري حق بزور حق كيلف سنبيتو حالوي امام يعني معناه وتاني لي غير واجد وانيا مفهوم مخالف كيوتان ان لي اي مطل المدين الفقير لا يحل عرضه وعقوبته فاجينك قرز كويري قرزاري فقير نابت السببي اوك ناوي ببري وسزا بدري شن كانيتي. ثانيا مفهوم الشرطي وثمان أو عنيك مفهوم مخالفيها أنواعها مفهوم صفتها ما مثال ما هنا مفهوم الشرطش هو دلالة اللفظ المفيد للحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. مفهوم الشرط دلالتي لفظك كم لفظك مفيد أبو حكمه بس راوته بشرطك كالي ثابت نقيضك أبي أجر شرطك منتفيبه مثلا علي هرفقيك لمزقوتي مثلا بلال حبشي أخواندي كوميكي أكريو ليرة بخيو كردني لسر أم مزقوته معناه وتاني بشرتي أول وقتك أغر توابو ليرة الرش إتر توابو أي أن التعليق بالشرطي يوجب وجود الحكم عند وجود الشرطي ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرطي يعني تعليق بشرته ودبيت باعثي بوني حكمك لوقتي بوني شرطك ودبيت باعثي نبوني حكمك لوقتي نبوني شرطك. الأمثلة مثال كان الأمثلة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هركام لأيواء تواناي أوي نبو تواناي قدرتي مالي نبو بو أو كآفرة محصنة كان إيمان دار كان بينيب لا آفرة كنيزة إيمان دار كان بينيب. مفهوم مخالفته عدم إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند القدرة على نكاح الحرائر. مفهوم مخالفته شنك شرطي بود من لم يس حلال نبوني نكاحي كنيزي إيمان داري شبا إيمان داري شبا وقت قدرت ببه بسر نكاح حرائر أبي حرائر بيني قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن علي أجر جنكانتان كتلاتان داون باردار بن خرج مصرفي شان بوبكن حتى أو وقت باركان دانا يعني أجر باردار نبن خرج نصر إيه واجبني. أفادت هذه الآية الكريمة بدلالة العبارة وجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا أم آية بنرخة أودك يعني مفيد أوي بدلالة عبارتك كواجب نفقة بطلاق دلالة بطلاق بائن أجر حامل أبو ودلت بمفهوم المخالفة على انتفاء هذا الحكم عند عدم الحمل بلان دلال ذكاء بمفهوم المخالفة أم حكم نامني أجر حكم حملك نبو يا قوله تعالى فالمدي إخوائي قول أول وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا واسا يوبدن بجنكان تان صدقاتهم ماريكانيا نحلة بفي خوشبونو حد كل يكردني شوي يعني تيتان خوشبو تيان ببخشا فإن طبن لكم عن شيء منه أقر تيان خوشبو اشتيق لو ما لا ورنا قرنو بآرزوي خويا بدلي خويا حزيان كرتيتان بدنوا أويت الفكلوه هنيئا مريئا بيخونو وكونوش جانتان بيعافيتان أم آية أجين أن للزوج أن يأخذ من مهر زوجته ما تطيب به نفسها برضاها آية كأواجين كبياو هي
لما ريجنا كي هرجنا كفحز إلي بكا برزامني خوي بيدا أتواني لي خوا وأفادت بمفهوم المخالفة بنا مفهوم مخالفة كأجينة حرمة أخذ شيء من المهر إذا لم ترضى زوجته معناه وتاني اشتيق لما ريك حرام أجر جنك رازي نبي. رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عنها. بله أفرمت كسيك شتيك أبخشي أو مستحق ترب هبكي أجر لمقابله هبكي وشتيكي ورنا قلتوا يعني كسي شتيك ببخشي لدوائية لبرانبري أبيشو شتيكي لكابراي ببخشي ورنا قلتوا أم جارتو أجر ويستد أم هنا بديتو بكسيك كابراي تي بخشرا ويستي بيداتو بكسيك باشترين كس أو تاني بيداتو بكسكا بخشي بيدي بشرتي أوا ك اشتكي ورنا بيرتبي أجر اشتي ورقر تازيت اللي دسي درجو. أي أفاد الحديث أن الواهب حق الرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها. أم حديث أوا أجاني كسيك اشتي أبخشيت أتواني فشيمان بيتوا أجر اشتكي لمقابله ورنا قلتبه بلان أجر وري قلتبه إذا تازيج والمفهوم المخالف ليس للواهب الرجوع عن هبته إذا أخذ عوضا عنها. مفهوم مخالفة كي أوتان كابري بخشر بلا أتواني فشيمان بيتوا لهي بكي ناتواني فشيمان بيتوا لهي بكي أجر اشتكي لبران برو ورقرتبه ظاهرا مواما معنى كتك أجر اشتكي دابا كتك وكابري بيستي بيداتو بيبي بداتو بلان هروانية حديثك أو تاني كثيك اشتيك أبخشي أتواني وري بقريتو أقر اشتيكي لبران برا ورنا بيتو أتواني لي فشيمان بيتو بلام اشتيكي خرافة فشيمان بونا وكا شمتا لحديثة هاتو كثيك اشتيك أبخشي وكثيك أي وري أقريتو وكو صي واتاني كأرشيتو رشاوكي خوي أخوات. مفهوم الغاية تهم لوش تعنيك دبيت مفهومي مخالف إلى ورجله مفهومي غايته. مثلا كابراء عليه حتى أبيب ملا خرج إلى ثرمنا يعني كبيب ملا خرجته إلى أوى وهو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية دلالتي لفظك مقيد حكمك تيايا بغاية أندازيك و دلالك لسر نقيضي أو حكما لدعي تواغوني غايته. مثلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أجر كابرا بس طلاقي سيبتي آخرين طلاقي جنكي داز جاري سيهم إيتر بوي حلال نيه هتاكو شو يكي ترنكا معناه أجر شو يكي تري تر بوي حلال. دل هذا النص على عدم حل المطلقة ثلاثا أم نص أجينك طلاق سيدراو حلال نية وهذا الحكم مقيد بغاية أم قيد بثراوة بغاية حي زواجها بغير مطلقها أيش أبريتي لو كشوبكات بغير أو كثك طلاق داوة معناه أجر شوي كرت إترقيناك فيدواي طلاق داوة أتوانين بخوازته. فيدل مفهوم المخالف على حل زوجها بمطلقها بعد هذه الغاية. مفهوم المخالفة على حلال زواجها بمطلقة شو كذنوي جاري كتربة طلاق دركي لدواء أم غايته أي بعد فرقتها من زوجها الثاني وانتهاء عدتها منه فرقتها يعني لدواء جابون وي لم يزيدوا همي وتوابون عدتيش لي إيه. ومثله أيضا مثال كتب قاي قورا فرمي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبخون وبخون ولا رمزانا لشوى هتاكو ختي الرش لختي سبي تالي رش لتال تالي رشي سبي روج لتالي رشي شو جابتو يعني تاب روج بيتو يعني اگر روج بو اتر مخو نسوكا اگاني اباحي اكل شرب لشوكاني رمضان هذا طلوع فرد فجر بمفهوم مخالفتي مفيد اوايك حرام خوادن وخوادنوا دواي طلوع فجر ايه. مثال كتر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فرسياري حيز اللي هذا كان محيز أبي مصدري ميمي بي يعني اللي باري حيز اللي هذا فرسان تو بلا حيز شتيكي چطلو أزيتا لجنان خود دوري بقرن لكاتي حيزا كيانا ونزي كان مكون تا فاق أبنوا يعني أبي فاكش. فإذا تطهرنا كفاكش كونو خويا شورت تطهرنا أو أبيانه ایوان زیکان بکن لوش و نوک خواه امریکا کدوم کبریانه خواه گوره انسانی توبکار زور توبکار و پاک و خوانی خوشه به مفهوم مخالفه احباحت و قرباه نهن بعد تطهر یعنی تاک و خواهن پاک نکرده تو نزیکان دروز نیه وقت پاک بونه و خوش انشورد ایتر نزیکان دروز. و مثاله ایضا قوله تعالی فقاتل التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله اقدوم سلمان شریان کرد يواب كون بين يعني ليك عند كنو أم جارة ليك عند جاب كنو وأجر دعائية كي كان ظلمي كله بكيتريان الشر اللي قاله كان تأجرته بأمري خوا كجراو إترواز اللي يعني بينا دل بمفهوم المخالف على نفي القتال إذا فاءت الفئة الباغية إلى أمر الله بمفهوم مخالفة كي واجيني كقتال لقلكوا ملا يا كتا دروزني أجر جراهو أمري فأبلم أجر نجتان جراهو أتواني شر لقلاب. صلى الله عليه وسلم.